ومحمود ما ضحكش جمله بالعاني يحب يعمل هكيك. لا والله ليه العظيم ما ضحكش وما تبسمش. انا نحبه برشا محمود البارود والله. لا ما حبيت تتحط في الاطار نتاعها قبل ما يعملوه باش نفهموها. أي. فهمت خاطر انا ما قعدت اون ديكالاج معناتها كامل الاول قلت لنا راهي هذيا عمار بزور وهذه راهي باش تحكي سين الفلاني. لا احنا نورمالمون انت سي طلعها اول حاجه. ثاني حاجه فولي انت ما تجيش ليه انت ما تجيش 90 دقيقه باش تحضر عباره كرونيكور معروف ياسر سيادتك. سي وليد سي وليد ما تجيش تحضر تعمل بريباراسيون. لا 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 في بلاصه المستمعين عايش خويا. اي مستمعين انا ندافع على المستمعين نتاعك. ما تبداش تاكل فيا بكا لوك اخرج من المجلس. صحيح اخرج من المجلس. شو اللي قال لك سي دويس؟ سي البارودي هذا انا نحكي له كات نتاعي ويبدا يضرب هكا ويخدع ما نضحكش. اسمع شو نقول لك الفساد والخوض راني نعرفه. باش قصوا لك الميكرو باش قصوا لك الميكرو. خليها باش قصوا لها الميكرو راهو اسوا وين نعرفه من المخابز. خليها قال لك تفضل اسمعني البارودي هذا كتب كلمتين معانا في المجلس اللي فيه. نسمع فيه ضربتين في الاذاعه الشباب اللي يطلعوا ما يضحكنيش ما يعملنيش ما يخليش. شكونك انت يا سيد؟ هاك هو نتفاهموا الجمعة الجاية سي وليد. وينك هذا؟ تمشيش تخلي الميكرو محلول يا اخشى بالله الا نسكت. تمشيش تخلي الميكرو محلول. نقطة نظام. علاه اسمع خلي الميكرو محلول انا عاودها ساعة باش نبداو واضحين. الكلام اللي انا قلته هذاك اللي خرج في التسويب انا باش نقول لك حاجة نعاود نقولوا علنا. بربي تنجمش تقولوا على محمود البارودي خد برد على قلبي. بصراحة ما نجمش فما كلام معناها ما نجمش نعاود. اسمع ما نحى رقعها. والله والله برافو 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 يا 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 برافو الله فيك يا برافو 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 يا حاسين الشعارات اللي عاشهم محمود بارود فرحان برشا القرنف والباب والكهرباء وكل مره تفرهد 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 في الاخر في الاخر ما عادش كي يبدا مش كنت مريض وليد مش كنت بعتك توجع وليد ساكي كي يبدا في جرومبالي ما عادش يقول لهم راهو بار اكزومبل انا تابع حزب الفلاني يقول له يا سي محمود اش باش نصوت يقول له الورده 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 اسمع تفرهد تفرهد الجمعه هذه ما حكيش على اسبانيا ماني سمعت عدل اي 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 ستوريات ماني ريتهم ستوريات بتاع اسبانيا 43 في اسبانيا يا سي وليد هكا خاطي ومتي نبرت على السياسي لا بشويه خاطر لا بنقول لك اكثر من هكا يا سي وليد باش تعرف اللي مصادرك بشويه بشويه يا سي وليد انت اعلامي انت اعلامي لامع انت اعلامي فذ فذ وتستقيل المعلومات نتاعك من مصادر موثوقه عايشك يا سي وليد انا حبيت نقول لك راهو 43 هذوك هو كيفاش اللي يقولوا كي كاش لايسبرغ معناتها هذوما هذوما يغطيو على برشا وتحل الملف وانا حاب نقول لك ومازلت شاد في كلامي اللي فما اسامي اخرين باش تكتشفوهم في القريب العاجل سي وليد وفي بلايص خير من الاليكانتي برشا مرات يا خويا كيما نيس مثلا كيما نيس مثلا ايش يحب الميشي جردان كرتاج غاليه زاده لاك فما لاك غالي لا وليد شنو هو هو ايش يحب المشاكل غالي لاك غالي لاك مش هو اللي يحب المشاكل راهو هذوما هما يحبوا المشاكل وجابوها لرواحهم صديقي وش هذول اي اي هو زاده يحب لا هو يحب التبربيش اي يحب التبربيش واحنا كلمنا راهو باكو دا سيلفا كلمناه الجمعه هذه اعطيه اسمع ايش اقول لك مره اخرى انا مانيش سكتت لك يا سيد البارودي ولا جسمك مكشاري انت مكشاري فيها سمعت انا نسمع اسمع شو نقول لك انا لما يكبر في عنا شيء راهو انا جاي هوني نخدم في الشعب ونخدم في الناس هذايا ونخدم في الزوار اللي انتم احقرتوهم منهم واحد كيف كنت عايش انت سيدي خويا تكون في لاك دو ولا وين اسمع ايش نقول لك في بالنا راهو كل شيء ونجبد التواريخ ونجبد الحاضر مستقبلك نعرف وين وين ماشي انا وين ماشي دقيقة مدام صلي لا انا باش توسع هكا تبع في عبيه شويه شويه فات دقيقة يا نقطة نظام نقطة نظام شوف شوف مانيش ساكتة ما تخش عليا سكر لها الميكرو سكر لها الميكرو فات دقيقة عندي الأخبار عندي الأخبار الرياضية والأخبار نورمال ما ننساش تفضل باش نحكيو عليك ديجا سكر لها الميكرو